المسقعة، هنعمل المسقعة باللحمة المفرومة، وكمان هنعمل المسقعة، وكمان هنعمل المسقعة في الفرن اللي هي ما بتبقاش فيها زيت كده، ما بتبقاش مقلية، وكمان المسقعة اللي هي زي بتاعة المطاعم، وكمان هنعمل الشطيطة. طيب النهاردة استخدمنا كله في حلة اللافو، أنا شخصيا بحبها، وأكتر لون خطف قلبي اللون الأزرق ده، حلو جدا 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 أهو، يعني أنا بحبها كده لللف اللي. طيب هنعمل ايه بقى؟ مقاديرنا هتنزل على الشاشه واحنا بنتكلم، هقول لكم حاجه مهمه جدا جدا عن منتج لافا. طب المقادير قدامنا على الشاشه، طبعا بتنجان رومي اللي هو ده اهو، ده البتنجان الرومي بتاع المسقعه هو ده. طب يا صدفه احنا بنجيبه بنلاقيه مبزر من جوه، طب نعرف منين هو مبزر؟ هتلاقي الواحده من هنا لو غامقه قوي البتنجانه اللي في ايدك لونها اسود، دي بتبقى حلوه ومبقاش فيها بذر كتير، لو لقيتيها فاتحه شويه بتلاقي فيها بذر من جوه، فناخد بالنا واحنا بنشتري البتنجان. كمان لو لقيتيها خط كده زي الحته دي كده اهو، اللي هي مش واخده اكس، بتبقى واخده اكس وزي الفلفله بالظبط، فدي معناها ان هي تبقى مبزره او مش مبزره. وطبعا معناها صلصه طماطم وبطاطس وفلفل اخضر وفلفل حراق، ومعانا لحم مفروم عشان هنعمل واحده باللحمه المفرومه، ومعانا كمان بصل. كل المقادير قدامكم على الشاشه، لو تكتبوها او تصوروها. طبعا البتنجان لازم تقطعيه قبل ما تستخدميه تقريبا بساعتين ثلاثه عشان ينزل كل الميه اللي فيه. نسبه الميه اللي بتنزل من البتنجان دي بتوفر معاكي في الزيت، مش عشان التوفير بمعنى اصح، عشان خاطر ما يبقاش المسقعه ما تبقاش تقيله وانتوا بتاكلوها. طيب انا البتنجان قليه من بدء مقطعاه من بدري ورش عليه ملح، انزل كل الميه اللي فيه، ودلوقتي انا بقليه، وفي نفس الوقت حتى اللحمه عصقتها على في الطاسه الثانيه اهي، وعندي الطماطم انا ضربها في الخلاط وغليتها غلوه على النار عشان تتسبك معانا كويس وتبقى حلوه اهي. انا بعمل كل شغل النهارده هتبقى في حله اللافا اهو، عندي حله صغنونه كده حلوه، هنحط فيها ايه؟ شويه زيت صغيرين، بسم الله اهو، ونروح حاطين الثوم. انا هعمل الصلصه بتاعه المسقعه كلها في حله واحده، بسم الله اهو، ادي الثوم اهو، وناخد برده طقم المعالق بتاعتهم اللي هي طقم التوزيع بتاعهم اهو، كل حله كل لون عندهم ليه طقم التوزيع بتاعه. ادي كده الثوم اتحمر معانا بسرعه اهو، عشان الحله بتاعتنا كانت سخنه، وادي حتى في الكزرولة كمان بصوا حلوه ازاي نفس اللون. الطماطم غليتها غلوتين بحيث انها تسرع معايا عمليه التسبيك، راح ادي الطماطم اهي بس كده بصوا اهو، والمعالق بتاعتهم عشان ما تتجرحش. بصوا اهي، ونغطيها. حاجه بقى مهمه قوي هنا، انا عندي الطاسه اهي بتاعت لافا برضو، حاطه فيها اللحمه المفرومه، نقطه زيت بسيطه قوي، وممكن تعملها من غير زيت، دي من غير زيت ولا سمنه، بصوا اهي ما اتحرقتش وما اتلسعتش وما جرالهاش اي حاجه خالص، ما جرالهاش اي حاجه خالص 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 اهي، شايفين حلوه ازاي اهي؟ بصوا اهي، بعد ما تسبكت بعد ما تشوحوا مع بعض كده وبداوا يتعصجوا، انا بس عشان ايه نقلب البتنجان بتاعنا، وناخد بالنا لما نكون بنشغل كذا عين مع بعض، ناخد بالنا يا جماعه ان احنا تبقى ايدينا في كل حاجه علشان الحاجه ما تتحرقش معانا. طيب انا اقلب بالمشبك احسن لي، ادي المشبك بسم الله، علشان ايه يبقى بسرعه كده اهو. طبعا الفلفل بياخد قلب على طول كده، ما بياخدش وقت كتير علشان الفلفل معانا ما يديش، ما يبقاش محروق، يبقى عامل زي الورقه الناشفه واحنا بناكله اهو. ناخد بالنا من الحاجات دي. طبعا انتوا عارفين ان اللافا منتج كوري في مصر موجود بقاله 10 سنين، فده بيضمن لك ان انت هتاخدي منتج حلو جدا وهيريحك. وكمان صفحه لافا على الفيسبوك عامله مسابقه بتدي جنيهات ذهب ونصاص ذهب ورباع ذهب، فتقدروا ان انتوا تتواصلوا معاها وتشتروا المنتج بيوصلوه لحد البيت اهو. طيب انا كده قلبتها اهو، هنحط بقى الطماطم على اللحمه بسم الله. ونسيبهم مع بعض يتسبكوا براحتهم،
ودلوقتي قدامكم على الشاشه هتنزل صفحه لافا لافا بتاعت الحلل. نسيب بقى الطماطم تتسبك براحتها ونقول الو يا مدام سهير. حبيبتي ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله كويسه. ربنا يبارك لك. انا لسه قاعده مستنيه الفطير المشلتت اللي انت وعدتينا بيه. انا مش ناسياه والله ما ناسياه. مش ناسياه خالص. طب خلاص المهم يعني يبقى في بالك. من عينيا الاثنين. من عينيا الاثنين. انا مستنياه بفارغ الصبر. يا بس كده من عينيا الاثنين. يا رب تسعدي ويا ريت يا ريت بتاع الافران تعيده لي مره ثانيه ينوبك ثواب. حاضر من عينيا الاثنين. انا بستمتع وانا بتفرج عليه لما شفتش الطريقه دي قبل كده. يا حبيبه قلبي من عينيا الاثنين عليك بطريقه كمان اسهل من كده. الهيشان بتاعه بقى هيجنني وانا شايفاه علو كده زي بتاع الاطفال. انت سيبيني الوانك وابعت لك لحد البيت عندك. يا رب تتسعدي يا رب تتسعدي ويفرح قلبك كده زي ما انت مفرحاني. حبيبتي ربنا يبارك لك. انا بحب طبعا مكالمتك دي شرفتني وفرحتني جدا. عايزه اقول لك البني ادم كل الناس بتتولد صغيرين وبيبداوا مع بعض خطوه خطوه. انا دول الناس اللي زيك ومكالماتهم الحلوه اللي بتشجعني. انا ما كنتش وصلت في يوم من الايام في مكان زي اللي انا فيه دلوقتي. انا بشكرك جدا على مكالمتك الحلوه دي. طيب انا هنا بقى عملت ايه؟ حطيت هنا الطماطم على اللحمه وبتتسبك براحتها وحطيت لها ملح وحطيت لها فلفل وشويه كمون وشويه بهارات وبتتسبك براحتها. وهنا عندي ده البيركس اللي انا هشتغل فيه. قليت البطاطس كمان وقطعتها وقليتها وحطيت رق باذنجان ورق بطاطس. ونحط بقى ايه؟ انا بضحك عشان افتكرت الفيلم زمان اللي بيقول لق باذنجان ولق لحمه ولق صنوبر. تمام؟ اهو انا حطيتهم كده. طلع بقى بقيه الفلفل ده كمان. طبعا انتوا فاكرين الفيلم بتاع صغير على الحب لما حط الورق بتاع الكتاب اهو اهو. تمام كده حلو قوي كده. ناخد بالنا بقى كده اهو. هنا بقى هعمل ايه؟ هقلي حبه فلفل حرقين عشان رانيا حبيبه قلبي اللي بحبها من قلبي من صماصيم قلبي صمصومه صمصومه اهو. نعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنا هحط تعصيقه اللحمه فوق البطاطس والفلفل والباذنجان. ادي التعصيجه بحالها كده اهو. ازود حبه باذنجان كمان الاول اهو. نحط حبه لحمه ونحط الباقي على الوش. بسم الله. وهكمل الباقي وطبعا هحطه على الوش. وناخد بالنا طبعا واحنا بنقلي والفلفل لو هنقليه صحيح كده لازم يتخرم بابره بشوكه او بسكينه علشان خاطر ما يفرقعش معاكم في وانتوا بتقلوه ويطرطش عليكم اهو. هنا البايركس ده انا عامله فيه الباذنجان متقشر تقشير كامل. تمام؟ واللي احنا هنعمله في الحله اللي هو زي بتاع المطاعم بره ده انا مش مقشره تقشير كامل، مشرطاه كده مديله شرط كده فيه اهو. واحنا بنقله كده نقول الو يا هبه. الو. ايوه. تسمع معايا؟ ايوه يا هبه. صباح الفل. صباح الفل حبيبتي يا هبه اموريني. انا عايزه جدا على كل حاجه انت بتقدمها لي يا حبيبتي. ربنا يبارك لك. انا بشكرك جدا انت على مكالمتك الحلوه دي. والله انا بحبك جدا وانا صديقه عندك على اليوتيوب على كل المواقع بتاعتك. يا حبيبه قلبي ربنا يبارك لك. اتعلمت منك كل حاجه حلوه قوي. وانت ست محترمه ومن بيت محترم. ربنا يبارك لك. انت عشان شاطره فانت بتتعلمي بسرعه. كل انا قبل ما ابدا شغلي زمان وقبل ما اجي هنا انا كنت ببوظ اكل وكنت بحرق وكنت بعمل كل حاجه. فضلت اجرب واحده واحده لحد ما اتعلمت كل حاجه. ما انا عارفه حبيبتي عارفه اي كويس قوي قصه حياتك وكفاحك. حبيبتي ربنا يبارك لك. انت مشرفه والله العظيم بجد. ربنا يبارك لك. على صدر اي حد يا شطره. ربنا يبارك لك. اسعدتني بمكالمتك دي. ربنا يبارك لك. تسلمي ما تحرمش من مكالمتك الحلوه. طيب انا هنا عملت ايه؟ نسيب دي شويه كده تتقلي. عندي اخر حاجه دي اهي اهي. هنا البيركس عندي خلص. هروح حاطه لحمه المفرومه على الوش كده وظبطاها ظبطه كده حلوه. ونروح مدخلينها الفرن اهو. انا حاطه ايه في الفرن بقى؟ مقطعه باذنجان وبطاطس وفلفل وحطاهم في الفرن
بمعلقه زيت علشان برضو الناس اللي ما بتحبش الحاجه المقليه هنعمل لهم برضو مسقعه من غير لحمه عشان برضو الناس ما بتحبش الحاجات دي. اهو نحط دي في الفرن. اهو بتاخد في الفرن بالظبط 7 دقايق. طيب عايزه اوريكم بقى حاجه هنا بسيطه قوي. بصوا ده انا حطاه في الفرن بطاطس وفلفل هنا، وهنا حاطه البتنجان بمعلقه زيت واحده علشان الناس اللي ما بتحبش الحاجه المقليه. اهو عشان خاطر كل سنه وانتم طيبين، واخواتنا المسيحيين طيبين صايمين اليومين دول، فهم بيحب المسقعه يقدروا يعملوها بالطريقه دي. طب نطلع بقى فاصل صغنن، هرجع لكم خلال الفاصل بقى هعمل ايه. مش هعمل حاجه خالص، هقلي الفلفل الصغنن ده وهستناكم نكمل مع بعض. فاصل صغير وراجع لكم. ورجعت لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا حطينا البريكس بتاع المسقعه في الفرن. طيب ده اللي احنا طلعناه برده قبل الفاصل، اللي احنا كنا شاويينه في الفرن بمعلقه زيت واحده علشان الناس اللي ما بتحبش الدسامه. هنديهم معلقه صلصه من اللي احنا عاملينها، ممكن طبعا تبشروا عليها طماطمتين بس احنا عايزين نديها طعم. وبنكترش اهو كده اهو، ونقول الو يا ام سميره. ازيك يا صدفه؟ عامله ايه؟ ازيك يا ام سميره؟ انت عامله ايه؟ صدفه يا اجمل صدفه. والنبي انت اللي جميله يا ام سميره. سميره بنتك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. اخبارك ايه؟ بقول لك يا صدفه عامله ايه؟ الحمد لله. انا عملت مرات حاجات كتير قوي جامده، نفسي بقى اعمل همبرجر حلو كده. بس يا ام سميره سؤال بس توقفني كلمتك، ما اسمهوش همبرجر، الهام ده يعني لحم الخنزير، اسمه بيف برجر او برجر من غير الهام دي؟ برجر. طب معلش حقك عليا، انا ما اعرفش. ماشي، شكرا على المعلومه الجميله. انت جميله من عينيا الاثنين. الاسبوع الجاي اول يوم في الاسبوع ان شاء الله هعمل لكم برجر. هقول لك عليه، انا عندي لحمه في الثلاجه ما اعرفش نوعها، ما اعرفش امي جابها ازاي. يعني ابعتي لي صورتها وانا اقول لك عليها. ابعتي لي صورتها على صفحه الفيسبوك وانا اقول لك عليها. يعني هي مش اي لحمه تنفع؟ هي مش مفرومه؟ لا. طب ما تفرميها عند الجزار. ايوه، ما انا عشان كده بقول لك انا ما اعرفش نوعها، جملي جاموسي نوعها ايه. افرميها افرميها واعمليها تمام؟ طيب استنى الطريقه يعني؟ يوم السبت ان شاء الله هعملها لك. شكرا يا احلى صدفه. حبيبتي يا ام سميره. طيب انا هنا حطيت معلقتين صلصه على اللي احنا كنا مطلعينه من الفرن اهو في بايركس، هنحطه في الفرن ياخد وش تحت الشوايه. قبل ما نحطه بقى هنعمل ايه؟ انا عندي حلتين فيهم الطماطم اللي احنا سبكناها مع بعض، واحده هحط فيها فلفل بس، دي هتبقى الشطيطه اهي، هاخد بس حبه هنا عشان تبقى مشطشطه شويه اهو. بسم الله. فلفل بس. والثانيه هيبقى فيها البتنجان اللي احنا قليناه والبطاطس وبقيه الفلفل اهو. طيب انا هنا بقى عامله ايه؟ الفلفل مش مقشرين للاخر، مدياله شرحات كده بسيطه اهو. بالظبط 3 دقايق والمسقعه دي هتبقى جاهزه. ودنيا تحبني وتجيب ناس تحبني معاها اهو. هنغطي بقى دي ونغطي دي كمان اهو. دي زي اللي بتتعمل في المطاعم بالظبط، اللي هي بتبقى في الحله متقلبه كده، ولما بيقلبوها في قلب بعض تلاقي البتنجان بتاعها اتكسر في قلب بعض مع البطاطس مع الحاجه. بصوا شكلها كده، اللقمه اللي انت بتاكليها هتنزل في معدتك اهو. بصوا ادي المساكه اللي انا زي ما قلت لكم، انت عايزه تعمليها كده تحطيها في الفرن، هتشيل المساكتين دول منها بتوع لافه تحطيها في الفرن كده، وتروحي شايله المساكتين بتوعها وكانك عندك طاجن. الطعم ده منه طواجن ومنه حلل في نفس الوقت، هيوفر معاك وانت بتشتري. هندخل بقى البايركس ده الفرن ونشوف اللي في الفرن. بسم الله. طيب نقول الو يا زيزه. بيت قلبي يا صدفه، صباح الفل حبيبتي يا زيزه. كل سنه وانت طيبه والحمد لله على سلامتك يا جميله. الله يسلمك، تسلمي. بصي بقى انا عايزه ادوق المسقعه دي، ماليش دعوه، شوفي لك حل. افتحي بقك من عندك وحذف لك حته. يلا. بجد والله بعرف صدفه طريقه جميله جدا، انا من عشاق المسقعه جدا. حبيبتي يا زيزه. وبحبك علشان انت بتحب رانيا، لان رانيا بجد ما شاء الله عليها زي افضلك الجميله كده. حبيبتي ربنا يخليكي. وبصي انا عايزه اسلم على كل الاسره الجميله. هم بيسلموا عليكي. ميرسي يا حبيبتي. وبعدين عايزه اشكرك على بر الوالدين، انك بتحبي ماما طبعا، ده مش من غير كلام يعني. ربنا يخليكي تسلمي. ودي نعمه من عند ربنا بجد يا صدفه. ربنا يخليكي يا زيزه، تسلمي ما تحرمش مني. عليكي وعلى ردودك الجميله، وميرسي على كل الحاجات الجميله. وانا عايزه اطلب منك طلب بقى. اموريني. يسلم الامر لله. انا عايزه اعمل، عايزه طريقتك في ام علي. عايزه ايه؟ ام علي. ام علي انا عملتها على القناه؟
اه عملتها. ده انا ما فيش ولا حلقه اللي لازم اقعد، بس انا هرجع لصفحتك واشوفها وعلى صفحه البرنامج. شوفيها انا عملتها بجد؟ طبعا. طيب خلاص اوكي، انا اخش اعملها، بس عايزه البدائل، يعني البدائل بتاعتها. على فكره انا قايله كل حاجه في الحلقه، انت عارفه بحب اقول البدائل كلها. طيب يا حبيبتي ميرسي، وبعدين الطقم ده جميل وان شاء الله قريب هشتريه. ان شاء الله يا زي يعجبك بامر الله. ان شاء الله يا حبيبتي، ميرسي لك يا صدفه، وشكرا لكل اسرتك الجميله. شكرا لك يا عزيزه، تسلمي. امان الله يا حبيبتي. طيب انا كده فطيت الشطيطه اهي. عايزه بقى اقول لكم حاجه، انا عايزاكم تدعوا لماما النهارده كلكم، عشان ماما داخله عمليات النهارده، ربنا يشيل عنها، وعايزاكم تدعوا كلكم كده من قلبكم. طيب ادي كده الشطيطه بتاعتنا، وعندي بقى ايه، ادي المسكتين اهو، عشان كنت هشيلها بايدي دلوقتي كنت هتلسع. يا جماعه الطبق ده بتاع رانيا، عشان ما حدش يمد ايده عليه، انا بعد الفاصل هقعد لكم هنا ما حدش هيمد ايده. طيب طيب هنا بقى هنعمل ايه؟ ادي المسقعه. يا انا عن نفسي بحب اكل المسقعه دي ساقعه، هي اسمها مسقعه عشان بتتاكل ساقعه، انا بحبها مسقعه. اه بصوا بقى، واحد كده ياخد له 17 رغيف كده ويقعد على جنب ياكل براحته. بصوا بقى، انا مش هسيب غير اخر فتفوته في الحله هحطها. والميزه بقى بصوا في حيل الله ما بتلزقش اهي. بصوا الحلتين اهم عامله فيهم ومظبطاهم وزي الفل، ولا حاجه فيهم لزقت في قلب المسقعه وكله تمام. ويلا بقى نطلع ايه الطواجن اللي في الفرن ونشوف. ادي كده المسقعه والشتيطه كمان اهي. بصوا بقى قطعه فنيه في المطبخ يا جماعه، قطعه فنيه حاجه لافا دي. انا عن نفسي نفسي حلى اللافا دي تعمل بقى ايه، تعمل الصواني بتاعت التشيز كيك، هتبقى حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شايفين ده اللي باللحمه المفرومه. نطلع التاني بقى كمان، بسم الله. طيب شفتوا بقى النهارده، حلقه النهارده كانت سهله جدا وكانت حلوه جدا جدا، عملنا فيها المسقعه باللحمه المفرومه، وكمان عملنا فيها المسقعه اللي هي مش مقليه، بسيطه كده حاجه لايت بسيطه جدا اهو، وعملنا مسقعه المطاعم. وكان بس مسقعه المطاعم الفرق بينها وبين اللي انا عاملاه، المطاعم بتقطع البطاطس الصوابع، لكن انا مقطعاها زي البتنجان عشان تبقى حته حلوه حلوه كده وكبيره. وعملنا كمان الشطيطه، وكانت سهله جدا وبسيطه، وعملناهم كلهم على الهوا زي ما انتم شايفين. ده البتنجان بتاع المسقعه اهو زي ما قلت لكم، الحته دي لما بتيجي بالعرض كده هوريكم حاجه. بصوا زي ما قلت لكم البتنجانه السوداء ما بقاش فيها بذر، بصوا عشان دي فتحه، بصوا فيها بذر قد ايه ازاي من جوه اهو، شايفين البذر قد ايه. ليه بقى فيها بذر كتير؟ عشان خاطر البتنجانه دي مش سودا، مديها على موف، بس هي في الكاميرا باينه سودا، ومن هنا جايه كده كده. لو كان فيها اكس صغننه بتبقى حلوه جدا وتنفع ان احنا نعملها. طيب انا عملت معاكم، واتمنى تجربوهم النهارده، الوصفه بتاعت المسقعه اهم قدامكم، حلوه جدا وبسيطه، اتمنى تجربوها ويعجبكم.